بعد أن كانت ميليشيات الحوثي ترفع عليها شعارات طائفية مستوردة من إيران، عاد العلم اليمني ليرفرف فوق المقار الحكومية بمنطقة العطفين بمديرية كتاف بمحافظة صنعاء التي باتت تحت سيطرة الجيش اليمني الذي خاض معارك شرسة وبإسناد من قوات التحالف العربي. دفعت ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى الانسحاب بعدما تكبدت خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. تتوالى هزائم ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة، حيث كان لقوة نيران الجيش اليمني والتحالف العربي كلمتها على أرض المعارك، إذ تم استعادة قرية الحظيرة ودرة ووادي الفرع. الخلصاء في أضعف حالاتهم هذه الأيام، منهارين ومنهزمين. هذه الأماكن دخلناها بمقاومة وقتال وشراسة، وكانت هذه المسادس او الاماكن هذه الاخيره لهم، مواقعهم الاخيره في بين هذه الاشجار. هذه كهوفهم. وتواصل الفرق المختصة من قوات الجيش اليمني العمل على ملاحقة وتنشيط المناطق التي تمت السيطرة عليها خلال الساعات الماضية من فلول ميليشيات الحوثي. وخلف وادي الفرع ستبدأ مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي، إذ أصبحت قوات الجيش اليمني على مشارف القرى المطلة على مدينة صعدة، معقل المتمردين ومركز عمليات تدريبهم وإمداداتهم من المقاتلين والأسلحة. الآن وصلنا مشارف محافظة صعدة، وهذه أولى قراها، وخط البعد أمامها إن شاء الله، يعني زملائنا الآن التفوا على خط البعد، وصلوا إلى خط البعد. تطورات متسارعة تشهدها مديرية كتاف في الوقت الذي تتقدم فيه القوات الشرعية في مديريات أخرى بصعدة، خاصة باقي مرازح، مما يسهم في إضعاف الميليشيات الحوثية في عدة جبهات، خصوصا بعد أن لجأت لسحب مقاتليها من جبهات مختلفة للدفاع عن مواقعها في معقلها الرئيسي بصعدة.